تحشينا وعلينا خير الله يجود عليهم. الحين لعب فن طبعا معروف عندهم اسمه المشرقي. وهي زين وجهك يا حسين الوصايف. يا سلام يا سلام. وهي زين وجهك يا حسين الوصايف. يا حسين الوصايف يا جميل المحيا. سلام يا سلام. يا حسين الوصايف يا جميل المحيا. يا حسين الوصايف. واشهد انك مثل ما قالوا الناس كايف. واشهد انك يا سلام. واشهد انك مثل ما قالوا الناس كان بشاعر ينزل على اللعبة هيا يا عود خايف لا تجي لا تجي للملاعب وانت يا مسعود الليل الله يصبحكم بالخير جميعا. احنا في المطار ننتظر رحلتنا ان شاء الله. اول شيء الله يجود عليكم كثر خيركم يسلمكم كل من قابلنا كل من عزم كل من اتصل. اعتذر للي ما سمحت الفرصه ان نلتقي بهم ولا نقابلهم، واعتذر للاشخاص اللي قصرنا ان ما وصلنا، لكن والله ان المشاعر فوق كل شيء، والله ان ظروفنا هي اللي حكمتنا، لكن والله اني سعيد جدا بالزياره. شكرا لكل من قابلنا، لمن أثنى، لمن تكلم، من أهدى، لمن عزم، لمن أكرم، بيض الله وجيهكم. والله لمن حضر الأمسية، والله أنها من أجمل الأيام اللي مرت فيني في حياتي، وأنكم شفتوا نقطة من شيء كثير حصل، لكن اللهم لك الحمد والتوفيق بيض الله، والجايات أفضل بإذن الله ما تنام عين. تذكرون السنابة اللي يمدح فيها سؤال حسين البيت؟ أنا أسحب كلامي لأنه ما خلاني أرقد، جالس أمر في أسوأ رحلة. خيرك يا بس شخص طاح عقال يذب علي مسجد قدام الناس يقول سلمان إحنا ضاربين مطب ولا أضحك أنت وياي عشان ما أدخل عينك. يا الربع من يوم قلعنا من النجرة اللي وصلنا الرياض، وكل ما صحيت أسمع مسعود يقول لا الطريق كل ساعة هنا، شو السالفة؟ شايف إيش يقول؟ من نجران إلى الرياض ساعتين، قلت ساعة ودقيقة. طيب خل عنك ساعتين، مو مكتوب فوق ساعة ودقيقة. قال لا 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 يا ولد. طيب انت جيت مرة ثانية اسمعك تقول بعد قمت من نومك تقول لا ساعة ونص. ايه يعيد سؤال؟ ما يعيد سؤال، جينا ضربنا مطب هوايق وقال نزلنا. ما نزلنا بس يزين سؤال في الطيارة. ايه يعني ما نزلنا مر بس هنا موق وين موق في سيارتك؟ على ايام اللي خلصت اكبر منك بعدها شاد دراجه ما تمشي لك دبار سكوت هذا انت من دون الخط ضبط هواي بس اسمع عني اتحرك انا والله لا تحب سؤال المليحة وبشير بختها. والله أنا حرك بعد أول. والله أنا مسعود ما أسكت. نزل السهرة. والله ما أقولها. إيش أي سافت؟ أنا دقيقة دي. المدير جالس يسوي نفسكم إنكم تابعتوا إسقاط ها؟ والله ضحك يا سعود الله يقلع من يسكر إسقاطه رهيبة. دي. ها من سواها؟ الدعم السابقين ما عرفنا ما عرفنا التواضع 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 لا يحب هذا التواضع لا يحب هذا حبيت على طبق من ذهب الله الله على طبق من سريلانكا
سعود اسلام الثاني يا ربع اكتشفت ان سام جين دائما يحط نفسي مواقف. امس يوم طلعنا من المطار رحنا العيال في الفندق انا ومسعود ومواصلين وسوالف وضحك وفاصله المواصل. طلعنا الساعه 1 ظهر لان يومين ما رقدنا. ركبنا اللفت ركب معنا اثنين ما نعرفهم نسولف ونضحك وسولف ونضحك ونزلنا. اول ما طلعنا لحقني واحد منهم قال يا ولد انا شايفك صح قبل كذا يقوله قلت الله صادق قال وين تعزانك صادق قال وين قلت في الليفت قبل شوي رجع ضحك بعدين قال يو ضحكوا العيال قال اصلا الشرح علي نسيتك راح يوم جاء قبيل وقال رساله قصه انت والله انك عاقل وهذا بس اني امس قبلتك مدري انت مثير عليك المواصل ولا صار سامج ندم فاس كيف امسحها من الذكريات كذا يعني الموقف اللي مثل هذا.